بدورها أعلنت بلدية مدينة الذيد عن استعدادها لاستقبال عيد الفطر بجاهزية كاملة، وذلك في مجمع الأسواق في المدينة. فاكهة العيد وسفرة الضيافة أمر أساسي في أغلب البيوت. في زيارتنا لمجمع الأسواق هنا في الذيد نرصد توافر السلع وجهود البلدية في الرقابة. فخلال جولتنا في قسم الخضروات والفواكه رصدنا الإقبال الكبير من قبل المتسوقين لتزيين سفرتهم واستقبال ضيوفهم ابتهاجا بعيد الفطر السعيد، بمتابعة وبمراقبة من قبل بلدية مدينة الذيد التي تضمن سلامة وصحة الجمهور في كافة القطاعات. البلدية متعاونة تعاون معنا، وكذلك زيارة الأسواق، أسواق الذيد للخضار والأسواق الموجودة في الذيد للاطلاع على هذه الاستعدادات وعدم هناك وجود بعض الأشياء المخالفة. فالحمد لله حتى الكميات الكبيرة المتوفرة في السوق بتغطي وزيادة على 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 مشتريات أهل المنطقة، وفرحة إن شاء الله للجميع، ونتمنى لهم هذا العيد عيد مبارك إن شاء الله. يقوم قسم الصحة العامة بتنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية على جميع الأسواق والمؤسسات الغذائية، وذلك لضمان وصول المواد الغذائية إلى المستهلك بصورة سليمة. وكذلك يقوم قسم الصحة بتنفيذ زيارات تفتيشية على صالونات الحلاقة للرجال والصالونات النسائية، بينما يقوم قسم السلامة والتفتيش البلدي بالتنسيق مع قسم العمليات في تنظيم حركة البيع في جميع أسواق البلدية وبالأخص مجمع أسواق البلدية. وإلى جانب توافر السلع يواصل السوق توفير خدمة الطلب عن طريق الهاتف والتوصيل للمركبة، مع ضمان ثبات الأسعار واستقبال ملاحظات الجمهور على الخط الساخن للبلدية. نلاحظ ما شاء الله الأسعار متناسقة ومتناسبة مع البضاعة الموجودة، كذلك نلاحظ أن في الرقابة موجودة من البلدية، المفتشين موجودين، الأطباء كذلك موجودين للتفتيش على الخضروات ومراقبة الأسعار. مجمع الأسواق منذ قبل العيد وأثناء العيد حرص على توافر كافة السلع الاستهلاكية بما في ذلك اللحوم بأنواعها والأسماك والمنتجات البحرية إلى جانب الدواجن والطيور، وإضافة لذلك تواصل بلدية الذيد دعمها للأسر المنتجة من خلال تخصيص مساحة لهم يعرضون فيها منتجاتهم التي هي من إنتاجهم وجهدهم.